السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الشيخ ياسين كيهضر على الشركات ديال الغازوال وكيقول بانه يعني الشركات حتى هي خصها تعمل البارتي ديالها. في الصراحة هذا ماشي غير مطلب ديالو باش يعني ما يتسماش احنا كنورطوا الشيخ ولا مثلا نقولوا بانه دابا ائمة الدين شنو من علاقة عندهم هذا الامر. هذا بالعكس ائمة الدين خصهم يكونوا حاضرين معنا في جميع ما يقع للمسلمين من امورهم اليوميه. فصراحه انا كنتفق معه، خصوصا ان المواطنه لا تقتصر فقط على المواطن، على الاشخاص، وانما كذلك على الشركات. فالشركات خدامه في واحد البلاد وكتنتج في ذاك البلاد وكتبيع الانتاج لذاك الناس ديال ذاك البلاد، فبالتالي من الواجب عليها انها حتى هي تبين المواطنه. فالمواطنه لا تقتصر فقط على الاشخاص، وانما الشركات خصها تبين المواطنه ديالها. كذلك غادي نشوفوا انقسام جبل الى نصفين. سبحان الله العظيم، كياكدوا الناس ديال ديك المنطقه بانه ما كانش مقسوم على نصفين، وانما حتى ضرب الزلزال عاد تقسم على يعني على جوج، الى نصفين. غادي نشوفوا كذلك انهيار عماره بحي الفرح. هذا الشيء الله وقع دابا شي شويه، الناس خرجت على برا عاوتاني. فخليكم مع الفيديو حتى الاخر. علاش ما ينزلش الثمن ديال المازوت في هذه الازمه؟ علاش؟ علاش لي زوتوروت دو ماروك ما ديرش البارير ديالها تحل؟ اسيدي ما تحلش لكل شيء، حل غير الوسائل النقل اللي كتبان لك هزه غدا بالمعاونات، حلوا ليهم، خلوا عباد الله تمشي. ما يحتاج ان واحد جاي من طنجه غادي مثلا لمراكش يضرب هاد لوطوروت يخلص فيها 550 ولا 600 درهم، ما فيها باس، راه كل شيء خصو يتعاون. نارو ما طالوا ما فارعين دماغنا بلا اي اس او ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، المسؤوليه المجتمعيه للمقاولات او الشركات، التطبيق ديالها دابا اشرفه. راه كتلاحظوا في كل مره، في كل مره الله يجازيكم بخير، كتجي شي ازمه فاذا بالمغاربه على وجه الخصوص تيعطيو نعم سيدي اللي قدامهم واللي وراهم. ملي تشوف دري صغيور بانوا ليه الناس تيعطيو، جاي هاز ياغورت اللي كيتشرب، هذاك اليوغورت اللي تيتشرب، دري صغيور جايب اليوغورت اللي كيتشرب من فلوس وعنده جوج دراهم، شربها يوغورت، قول لهم هاكو عافاكم ديو هادي، راه قلبك يتهز واخا تكون حجره. ويجيو وحدين قلوبهم اقسى من الحجاره ويستغلوا هذه الظرفيه هذه ويبداو ياكلوا من لحم الناس، راه هذا الشيء ابتداء حنا راه ما مسامحين لا هنا لا لهي. لكن يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقران. هنا خاص تحرك الناس ديال السلطات المحليه. ياك ملي كيبغي شي واحد يجيب غير جوج ياجورات عاد كيوقفوا عليه يقولوا ليه فينا هو الترخيص، هو دابا خصهم يوقفوا على هاد عباد الله يبداو يتيستيو فيهم. علاش؟ وهذا الاخوان كما كتشوفوا هنايا، هذا انهيار واحد العماره في حي انس، حي الفرح بالدار البيضاء. ف ماشي يعني بسبب الزلزال، وانما بتبعات الزلزال. فبطبيعه الحال كاين عمارات او مساكن اللي هي هشيشه فتشقت، يعني وبقات كما هنا واحد ضحايا فيسولوا الناس اللي عندها الناس اللي شوفوا معايا الجبل، الجبل تقسم على جوج، لا اله الا محمد رسول الله. هاد الشقة سولت الناس ديال الدوار قال لك ما عمرها ما كانت، شوف سبحان العظيم، الجبل تقسم على جوج.